لكن ما فعله سعيد حساسين خارج تماما عن قوى الفكر والمنطق والعقل. كان يجب ان احنا نقف عنده. هو للاسف الشديد ان احنا وقتنا مش يعني ما عندناش وقت كتير عشان نتكلم في الموضوع ده. لكن سعيد حساسين متهم في عده قضايا نصب، متهم بفساد، وما زال الان يشرع داخل مجلس النواب. لما تحدث النائب بهاء ابو شقر، الاستاذ الكبير بهاء ابو شقر، قال لك ان ما فيش حد جانا عشان نتكلم في الموضوع ده. ماشي، فاحنا بنقول لك يا استاذ بهاء، وبنكلم الدكتور علي عبد العال، بنقول لكم يجب ان تنتبهوا لما يسيء لكم، وحساسين يسيء لكم. والله ان كان مظلوم يبقى خلاص الراجل ده مظلوم، واحنا نفسنا وغيرنا واللي تتكلم هنقول له احنا متاسفين. وان ما كانش مظلوم يجب ان يعاقب ويخرج فورا من تحت قبه البرلمان. معايا احد المنصوب عليهم من سعيد حساسين، استاذه هبه درويش. الو. للاسف فقدنا الاتصال بالاستاذه هبه. موضوعات كتير جدا بتخص سعيد حساسين، كنا بنتمنى ان احنا نديها وقتها ونديها مساحتها عشان نتكلم فيها، ولكن احنا بنوعدكم ان لو القانون ما اخدش اجراءاته الطبيعيه والقانونيه ومجلس النواب احنا نتكلم. في النهايه عايز اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. بشكر كل انسان وكل فرد دعمني بكلمه، دعمني بدعوه، دعمني حتى بضحكه. بشكر كل القلوب النظيفه والقلوب البيضاء. بشكر فريق اعدادي اسم اسم. بشكر الاستاذه الكبيره جدا اللي سبب رئيسي في نجاحنا، الاستاذه غاده اشرف المخرجه العظيمه. بشكر رئيس التحرير الاستاذ مدحت الشيخ، والاستاذ عمرو عكيله، والاستاذ سماح شحاته، والاستاذ محمد عماد، وايناس عبد القادر، واميره الدمراني، وبدور احمد، وانجي صلاح الدين، ونورهان شراره، وعبد الهادي المهدي، وخالد خليل، ومي عادل، وردينا الرفاعي، ومهاد الشافعي، وشيرين سلطان، وبسمة رمضان، وشيماء علي، ومحمود احمد، ونرمين بركات. كل الاسامي دي كان السبب رئيسي ان محمد ابو العيلة يكون قدامكم بالشكل دوت، وان احنا نقدر نحقق جزء من النجاحات.